مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من MHT Planet. بهذا الفيديو خلينا نشوف انا وياكم كيف فينا نعمل كاوي الحام باستخدام الابر. خلينا نشوف. وهيك لحتى لي نعمل هيدي الفكره نحن بحاجه ل ملقط، لفه خيطان، ابرتين، تلزيقه، وبحاجه لبطاريه 9 فولت مع الوصله تاعولا. هيدي الوصله فيكم تشوفوا كيف عملتها من خلال الرابط الموجود على الشاشه ومن خلال الرابط الموجود اسفل الشاشه. وهيك خلينا نبلش. وهيك اول شغله رح بلش فيها هي انه جيب هودي الابرتين وقص منهم البلاستيك الموجود عندي بهيدي المايله، واهم شيء انتبه ما روح ايدي بهيدا الشكل. بعد ما قصيت الابرتين بهذا الشكل رح بجيبهم وثبتهم على شقفة الملقط باستخدام لفة الخيطان بهذا الشكل. هيك من بعد ما علقت الابرتين بهذا الشكل على شقفة الخشبة رح بجيب البنسة وخلي الابرتين يدقوا ببعضهم بهذا الشكل. وهيك من بعد ما حصلت على هذا الشكل رح بجيب وصلة البطارية 9 فولت واوصلها على الاطراف تبع كل ابرة من الابر بهذا الشكل، من هاي الميلة ومن هيدي الميلة. وهيك من بعد ما لحمت الوصلة على الابرتين رح بجيب البطارية وثبتها على الخشبة باستخدام التلزيقة بهيدا الشكل. وهيك شباب هيدي الفكرة صارت عندي جاهزة، مثل ما شايفين قديش طالعة حلوة وعن جد رائعة. ما بقى علي غير انه اوصل الوصلة على البطارية وجرب لكم اياها ونشوف النتائج. هذا كان كل شيء بدي اشوفه انا وياكم. بتمنى اذا عجبتكم الفكرة تحطوا لايك وتعملوا اشتراك، ما تنسوا تكتبوا لي ارائكم والافكار اللي بتحبوا تشوفوها. والى اللقاء بفيديو جديد وافكار جديدة.